نادينا 11 شهر مش قابضين، والسيستم بتاع النادي من ساعة ما خدنا قرار من المحكمة برجوع الشركة لقطاع عام من 11/17/11/12/2011 لحد دلوقتي مش عايز يصرفنا مرتبات. ولما رحنا رئيس الوزراء وغلبنا عليه الدنيا والمشاكل والقضايا اللي عملناها، وعايز يصرفنا نص المرتب 50% من المرتب، ويبقى لنا الشركة عشان ناخدها ما رضيناش. ويا اما كده يا اما عايز يقولنا يا اما عايز يفضل مصانع عشان يستولى على الارض. وعايز يخرب المصانع، هو خرب المصانع وقطع فيها وهلكها ونقل جميع مزامين لبقى في بحري وجه بحري تبع الشركه عشان يستولى على الارض. ودلوقتي مهددنا احنا مش راضي يقبضنا، ودي مش راضي لكن ناكل ولا لكن نجيب عيش ولا لكن نعمل حاجه. قطاع الصيد بأكمله الشركة الوحيدة التي تحول المنتج الزراعي إلى منتج صناعي، أي من نزلة القطب. ليه؟ لأن يوجد بمصدرها مصنع تكرير زيوت ومصنع صناعي ومصنع حليق الأقطاع حليق القطب نفسه ومصنع صابون ومصنع صفيح ومصنع بطارية ومصنع لاستخراج الأكسجين من عنصر من الماء، عنصر الأكسجين من الماء لاستخدامه الطبي والصناعي. وبما يحلق قطن صخري جاف لا يوجد بها زيه على مستوى الجمهوريه.